باستقبال الأستاذ رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة وزير الخارجية الأسبق. مرحبا سي رفيق، شكرا على قبول الدعوة. نرجع معك على تصريح مثير للجدل من قبل قيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، أيضا وزير الصحة الأسبق والقيادي في الحركة، يقول تسرعنا في إسقاط حكومة الياس الفخفاخ وتم تهوين ملف تضارب المصالح. رفيق عبد السلام، تقديري هذا رأي شخصي سي عماد، معناها مش هذا رأي الحزب ولا هذا التقييم ولا التشخيص الرسمي للحزب، ما عندناش القراءة هذه. احنا علاقتنا مع حكومة سي الفخفاخ فعلا كانت من البداية معناها في نوع من الخلل، نوع من الخلل، لأن شفنا التوجه متاع الحكومة هذه تحولت بعمل وقت إلى حكومة الأقلية، أضيف إلى ذلك ملف تضارب المصالح، فزاد الحكومة هشاشة على هشاشتها الأصلية. احنا دعمنا الحكومة هذه بصدق فعلا، ولكن تبين أن الحكومة هذه ما عندهاش مقاومة الاستمرار، والدليل هذا مش موقف خاص بحركة النهضة تقريب، باستثناء النواة الصلبة اللي قامت عليها الحكومة، أغلبية الأحزاب والكتل البرلمانية معناها مالت إلى سحب الثقة من هذه الحكومة. بمعنى وأنه اليوم تقول يعبر على موقف الخاص، موقف حركة النهضة هو أنه حكومة الياس فخفاخ كان يلزمها تمشي. ونتصور السيد عماد فعلا عبر على موقف شخصي، مش هذا الموقف الرسمي للحزب. فما ناس تقرأ اليوم وتقول لك موقف الحزب هذايا إذا كان مخالف الموقف هو يعكس ربما الخلافات الحقيقية الموجودة داخل الحركة اليوم. لا ينجم، هذا السياسة ماشي عقيدة، السياسة فيها تقديرات مختلفة، نسمع آراء مختلفة، فما شكون عنده التقييم هذا داخل الحزب موجود. ولكن احنا تقييمنا كمؤسسة في المؤسسات الرسمية في التنفيذي في الشورى ما عندناش القراءة هذه، ما عندناش تقييم هذا، نحكي كرأي مؤسسة، ما عندناش شكون يقول اللي فعلا حكومة السيد الفخفاخ احنا تسرعنا. لا شنو اللي تسرعنا؟ ما تسرعناش، لان الحكومه فعلا ما كانش حتى مغير حركه نهضه ما كانش عندها مقاومه الاستمرار. شنو معلش شنو المؤشر؟ لانه صار فيها موضوع كبير، موضوع تضارب المصالح، وصار فيه لجنه تحقيق برلماني، والموضوع اثير من طرف هيئات مجتمع مدني، من هيئات تحكيميه، فالموضوع ما عادش خاص بالاحزاب السياسيه، اصبح موضوع راي عام ومؤسسات مجتمع مدني وحتى راي دولي، راي عام دولي كله يراقب فيه هذه الحكومه، وبالتالي المساله اكبر حتى من حركه النهضه. البديل اليوم نتاع حكومة الفخفاخ عنده مقاومات الاستمرار حكومة هشام الشيشي؟ شوف أستاذة، هو الأصل في شارع حكومة التكنوقراط مش حكومة المثالية، يعني الأصل في الأشياء أنت عندك نتائج صندوق الاقتراع تكون حكومة سياسية وتتمتع بحزام سياسي موسع، وإحنا هذا رأينا وهذا مطلبنا، لكن هي حكومة الضرورة وإحنا داعمينها فعلا بحق وبصدق، ما نش داعمينها بمناورة سياسية، نحب الحكومة هذه تنجح خاصة في ظل الظروف الاستثنائية اللي تمر بها البلاد، في ظل الجائحة العالمية اللي هزت الاقتصادية الدولية فضلا على الاقتصادية الضعيفة كما بلادنا، وبالتالي احنا نحب الحكومة هذه تنجح وعنا إرادة جدية في إنجاح. داعمينها بشروط رفيق عبد السلام؟ ما فهمش سياسة بدون شروط، شروط أنا تخدم على الروحة، تخدم على الروحة ضمن التمشي الاقتصادي ضد البرنامج، ضمن البرنامج اللي عنته، ما تدخلش في التجاذبات السياسيه باعتبارها حكومه كفاءات، حكومه تكنوقراط، وتحظى يعني اليوم كطرف سياسي ككتله برلمانيه 54 نائب كحركه النهضه اليوم مستعدين وانكم لا قدر الله تتحملوا فشل اداء حكومه المشيشي في عديد الملفات كومبري مثلا الملف الصحي اليوم؟ شوفوا واضحين وصراحه، هي حكومه رئيس الجمهوريه في الحقيقه، سيد رئيس الجمهوريه اختار المشيشي، ما اختارتوش النهضه ولا اختارته الاحزاب السياسيه، والجزء الاكبر من تركيبه هذه الحكومه كان من خيار كارتاج، هذا باش نكونوا واضحين، لكن احنا اعتبرنا حكومة الضرورة، اذا هي فشلت الحكومة فمسؤولية جزئية، كنت عندكم فرصة باش انه ربما ما تكونش حكومة الضرورة لانه فما جدل وفما لقاء مع السيد رئيس الجمهورية اللي حاول باش انه ربما ما تتعديش حكومة المشيشي وفما البديل. ما هو هذيك اللي شفنا هذه معناها فيها نوع من مع كل الاحترام كاين نوع من العبث السياسي، نجيو نختاروا رئيس حكومة وبعد نقولوا نطيحوه، ماهيش مسؤولية سياسية، هو خيار رئيس الجمهورية، كنا احنا راغبين فعلا في حكومة سياسية، ولكن والحال أن الحكومة هذه تشكلت وعرضت على البرلمان وحظيت بدعم من طرف الأحزاب والكتل البرلمانية، مش فقط النهضة، فما حزام برلماني دعم بهذه الحكومة، فاحنا بصدق وبجد نحب الحكومة هذه تشتغل على نفسها ونحبوها تنجح. كي تقول لي حكومة حكومة الرئيس وبعد تقول لي رانا نحبوها تنجح، سي كل يوم الأطراف السياسية ربما اللي داعمة لهذه الحكومة برلمانيا ومنها حركة النهضة تحب روحها ولا ترى في روحها داخلة في الربح خارجة من الخسارة، كان خسرتك حكومة الرئيس كان ربحتك احنا داعمين لها. قلت لك انا مسؤولية جزئية، مش معناها مسؤولية جزئية مانيش مسؤولين بالكامل لان مش خيارنا، ولكن احنا مسؤولين ما دامنا دعمنا الحكومة هذه فعلا نمتطي مركبة واحدة، احنا متحملين مسؤوليتنا، ولكن قلت الوضع الطبيعي تكون حكومة سياسية وتحمل فيها الأحزاب السياسية مسؤولية كاملة بيتم معنى الكلمة، ما جيش يقول انت اخترت الوزير الفلاني يعني وماهوش بإرادتي، لا راني نختار انا الوزراء نتاعي كأحزاب وككيانات سياسية، شنو اللي يخلي الحكومة هذه ما فيهاش عناوين سياسية واضحة، فيها النهضة وفيها قلب تونس وفيها الأحزاب الداعمة بعناوين سياسية واضحة، المعادلة السياسية ما عطاتش هذا،
بحكم ان بعد الانتخابات حبينا نكونوا سياسيه حكومه سياسيه ما تزكاتش من طرف البرلمان حكومة سيد حبيب الجملي. النهضة اليوم المسؤولية الأولى قالت عليها الأوضاع يقول لك في ستة شهور ثلاثة حكومات وحكومة طايحة وفي بانديمي كما حركة النهضة ما حبتش تحمل المسؤولية ما حبتش تحكم. شنو ما حبتش تحمل كيفاش تحمل المسؤولية حركة النهضة عرضت حكومتها على البرلمان ما لقاتش توافق سياسي. جبت واحد لم يحظى بحكومة المسؤولية ترجع للقانون الانتخابي اللي ما عطاش أغلبية ما فهمش حزب سياسي نجم يشكل حكومته بأغلبية واضحة. وبأريحية. هذا هو الإشكال. هو الإشكال ربما احنا قاعدين نتحدثوا ياسر عن نظام برلماني في تونس لكن قاعدين ننحرفوا به معناها على الأقل بالمبادئ الكبرى نتاعه لأنه في النظم البرلمانية الراسخة والمستقرة واللي احنا نحاولوا معناها معناها خلينا نقولوا ناخذوا منها النظام برلماني حقيقي في وقت الانتخابات تكون ديجا الأحزاب عندها المرشح متاعها جاهز لرئاسة الحكومة ويتكلم ويطرح رؤاه ومشروعه وعلى وفق هذا الناخب يقول أنا كيف باش نختار هذا باش يكون رئيس حكومتي. وللأسف احنا هذا حطيناه على شيرة وبدينا في التقليد هذا منذ الحكومة الباجي مع الحبيب الصيد. صحيح كان قريب من الباجي لكن ما كانش هو معناها ينتمي لحزب الفائز وما كانش معناها الأقدر في الوقت هذاك لأنه ضغوطات كبيرة تمارست على الباجي قائد السبسي بدعوة أنه سيتغول بمسك السلطات الثلاثة الرئاسة والبرلمان ورئيس الحكومة. فمن وقتها بدينا ندخلوا في الاختيارات هذه اللي وصلتنا للحالة هذه. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه حركة النهضة بيدها كي جاتها الفرصة باش هي تختار من داخلها المرشح الأقدر. هي بيدها ما اختارتش مرشح سياسي. ما نعرفوش للسيد حبيب الجملي مع احترامنا ليه ماضي سياسي. اختارته تقريبا لكفاءته الإدارية وتجربته الإدارية. يعني التكنوقراط بدأت مع حركة النهضة وليست مع هشام المشيشي. يعني الخطأ والخطيئة الأصلية بدأت مع حركة النهضة عندما تركت السياسيين ورهنت على شخصية كانت نسبة مرورها هي بيدها مشكوك فيها. وحتى التركيبة عندها الحكومة شفنا فيها جزء كبير من القضاة واللي بعد استمرت اليوم نلقاهم عليها القضاة تقريبا حاضرين بقوة في مختلف في ثلاثة على الأقل الحكومات هذه. دونك من هنا بدأ الانحراف ومن هنا كلفنا الانحراف هذه تو 4 أو 5 أشهر وإحنا في التجريب. حكومة تطلع حكومة تسقط والوقت اليوم غير اليوم. يعني النهار هذا بحقه بدمه اليوم النهار في تاريخ تونس وهي تواجه في الكورونا وتواجه في الكورونات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والانفلاتات على جميع المستويات. أنا اعتقادي لأنه نرجع الكلمة الأولى سؤالك الأول وجواب ضيفنا الأول وقت قال هذا كلام يخص عماد الحمام. عماد الحمام أنا يظهر لي المشكلة أكبر تولات لأنه مشاكل حركة النهضة وكان بصدد ترحيلها إلى الحكومة تماما كما حصل وقت نداء تونس عندما عانت الحكومات حكومة الصيد ويوسف الشاهد مما يحصل في قرطاج ومما يحصل حتى في بيت المرحوم الباجي قائد السبسي ناهيك على المقر مون بليزير. اليوم حركة النهضة وكأنها متحبش تعترف اللي الأزمة اللي هي داخلها قاعدة اليوم ترحل إلى الحكومة. اليوم سمعنا عماد الحمام غدو ربما مؤكد باش نسمع أصوات أخرى هناك خلاف كبير هناك أزمة كبيرة لا يمكن الالتفاف حولها بما معناها مقولات قديمة بمعنى كل ما يخرج قيادي يعمل تصريح لا يعجب المركز يعني القيادة الحقيقية نقوله هذا لا يلزمنا ويلزم عماد الحمام. يعني بنا صيفة زاد انتي سي رفيق تقول الكلام هذا ما يلزمش الحركة. انت مثلا شكون في الحركة باش تقول الكلام تاع عماد الحمامي اللي يلزم الحركة؟ يعني انت قيادي ما عندكش منصب رسمي دونك كيف عماد الحمامي ما عندكش الحق باش تنفي على عماد الحمامي انه يتكلم باسم الحركة مادام انت ما عندكش معناها موقع رسمي داخل الحركة. لو جات من عند راجل الغنوشي او جات من عند الهاروني او جات حتى من حتى عند رئيس الكتلة الجديد نتفهم هذا. اما كل مره هذا اللي خلى التوانسه وهم يتابعوا في نشاط الحركه ما يفهموش. طرحت برشا ملف ملف وحيد معناها ملف هذا. اول شيء انا ما عنديش تيجان خاص ما عنديش جرادو خاص بيا. انا تحدثت عضو في القياده النهضه باعتباري عضو المكتب التنفيذي لان مسؤول رسمي في مؤسسه رسميه
اللي تمثل اعلى سلطه تنفيذيه في الحركه، عضو مجلس الشورى، عضو مكتب سياسي. ما عنديش تيجان خاصه، ولكن نعرف ايش معناه عمل المؤسسات، وهذا اللي يميز النهضه على ما نقولش كل الاحزاب، ولكن عندنا تقاليد حزبيه. فما مؤسسات، انت شفت موقف رسمي اصدر على حركه النهضه قالت احنا عندنا التقييم، معناها تقييمنا لحكومه اسمه سي الفخفاخ، ان كان فما تعجل في حكومه الفخفاخ، ما عندناش تقييم هذا، جلسنا وقيمنا عبر وانا اتصور سي عماد الحمامي تكذيب. انا اتصور سي عماد الحمامي لم يكلف نفسه بما يستطيع، قال رايه ما قالش هذا راي حركه النهضه، قال تقديره سياسي. احنا تعجلنا كمراقب كمحلل كفاعل سياسي، ولكن ما قالش هذا الموقف الرسمي نتاع الحزب. تحب نتحدث على رأي شخصي، نجم نقول لك رأي شخصي، لكن هذا نعبر عليه في مؤسسات، ما عندناش فوضى. هذا رأي المؤسسات، تقييم الرسمي لحركة النهضة. من الواش اجتماع مجلس الشورى والمكتب التنفيذي، وعملنا قراءة جماعية، وعملنا تقدير موقف سياسي، فالأمور ماهيش فوضى. فأنا ما عنديش امتياز خاص، ولكن ما عنديش جراد وأقل من غيري. في نهاية المطاف أنا عبرت عن الموقف نتاع الحزب. بالنسبة للمسؤولية الأولى، تقييمك صحيح ولكن نسبي. إيش معناها؟ المشكلة الرئيسية نقول لك في القانون الانتخابي، عندنا قانون انتخابي مختل. عملتوه ما عملناش نحن، عملته التوازنات السياسية وعملت الهيئة سي بن عاشور من البداية، هي اللي اقترحت القانون الانتخابي واشتغلوا عليه. ولكن صاروا الانتخابات فيما بعد ما كانش الأمور على مقاسنا، القانون ما كانش متاح تغييره، لكن ما فهمش توافقات سياسية. ولكن بداية احنا كان عندنا تحفظ على القانون الانتخابي، لأنه كان بني على المقاس، بني على المقاس بشكل ما تكونش فيه أغلبية برلمانية راجحة، وكان مفهوم نسبيا في المرحلة الانتقالية لتجنب آفة التفرد. لكن الآن احنا انتقلنا، هربنا من القطرة، جينا تحت الميزاب، هربنا من التفرد، اسقطنا في التذرر السياسي اللي حاصل الآن في المجلس النيابي، اللي ما يمكنكش من تكوين حكومة مستقرة. معاك سي لطفي، في الديمقراطية المستقرة والأنظمة البرلمانية الواضحة، الأحزاب السياسية عند المرشحين نتاعها بصورة واضحة، وكما عندك وزراء رسميين يتولوا الحقائب نتاعهم، عندك وزراء ظل ايضا يشتغلوا على ملفاتهم. لكن احنا ما زلنا ما وصلناش للطور هذا. مؤسساتنا السياسيه غير مستقره، التقاليد الحزبيه ما زالت ضعيفه، نظامنا السياسي ايضا شبه برلماني ماهوش برلماني بالكامل. فلازم نحطوا الامور في سياقها، سياق الكونتكست السياسي مهم. وبالتالي نوافقك ربما سي حبيب الجملي، وان كانت تقييمات مختلفه، ربما انا لا اشكك في قدره الرجل في كفاءته، عنده خبره فعلا في اداره الدوله، وان كان هو في كاتب دوله في وزاره الفلاحه، ولكن الناس اللي يعرفوه عن قرب عنده خبرة بالإدارة، لكن ربما ما كان الشخصية توافقية نجم تشكل إجماع. إذا فما خلل ربما في النهضة، وهذا مش نكونوا صادقين مع بعضنا، ربما آليات اتخاذ القرار داخل النهضة فيها شيء من التعقيد، وما هيش منسجمة مع حزب حكم كانت مناسبة وقت اللي كنا احنا في المعارضة، والفصل هذا بين التنفيذي والشورى، ويجتمع 150 واحد باش يختار لك رئيس حكومة. يعني ما شفتهاش هذه آلية مناسبة في اتخاذ القرار السياسي، انك باش تختار رئيس حكومه ولا تزكي الفريق البرلماني بتاعك تستدعى 150 شخص. الله غالب، هذيك التوازن داخل مجلس الشورى، وشنو اللي جابت ابراهيم؟ لا انا نحب نضيف حاجتين اخرين. اولا فيما يتعلق باختيار السيد الحبيب الجندي، يبدو ان السيد الرجل الغنوشي رئيس الحركه كان ضد هذا الاختيار، وبالتالي وقت اللي فما اغلبيه من طرف اعضاء مجلس الشورى قال متفضلوا هاني نمشي معاكم ولكن نتحمل مسؤولياتكم. دونك لهنا النهضه ما حرصتش كما ينبغي لتمرير حكومة سيد الحبيب الجملي. اثنين، فما تصريح متاع السيد راشد الغنوشي من الأول وقت اللي قال راهو حكومة يتواجد فيها قلب تونس، أن هذا غير معنية لو من البدء. هذا علاش توا لطفي تحدث منذ حين على البيشي أوريجينال، لو من البدء توا وليتوا النهضة وقلب تونس ولا في صحيفات العسل، لو من الأول معناتها فما توافق واتفاق بين الحزبين الأولين على أساس تمرير الحكومة، راهي مرت. ثلاثة، احنا شفنا توا صراع موجود، نجموش هذا ما يخفاش، صراع موجود انطلاقا من العارضة التعليمية، وانطلاقا من الرد غير الرسمي بتاع السيد راشد الغنوشي رئيس الحركة، ثم وصولا إلى انتخاب رئيس الكتل الجديد السيد عماد الخميري. عندك 31 ضد 21، كانوا 16 يعني نائب ضمن المية، توا عندك 21 ضد، تقريبا 40%. دونك فما نوع من التصدع، ما نقولوش هذه التصدع كان، فما على الاقل بدايه التصدع صرب حركه النهضه. دونك الخطا بصراحه النهضه لازم تحمل مسؤوليتها وتقول رانا اخطانا في اختيار السيد الحبيب الجملي، كما اخطانا في التمشي كونه احنا باش ندعموا حكومه السيد الياس الفخفاخ، ونحن نعرف مسبقا انه عنده شبهه تضارب مصالح. شوف سي ابراهيم، مبشرك ما فماش تصدع في النهضه، فما حوار وفما نقاش داخلي. النهضه ماهيش ساكت، ماهيش طائفه مغلقه، حزب ديمقراطي مش المرة الأولى،
أنا عشت تجارب، أنا عشت سنوات في الخارج، وكان عندنا نقاش شبيه من هذا وربما أكثر حتى حدا من هذا في الخارج، مثلا تتعلق بقضايا وبلفات استراتيجية وبالخيارات السياسية والقيادة شكون الدول في الداخل وفي الخارج في ظل الأوضاع التي مروا فيها مرحلة من علي. عندنا تقاليد سياسية وقادرين على التعايش مع الخلافات السياسية وإيجاد الآليات المناسبة للحل السياسي. عندنا معضلة قانونية فعلا، هذا النظام القانوني الفصل 31 في النظام الأساسي اللي يقول بدورتين، ولذلك احنا سنبحث على الموائم والتوفيق بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات القانونية. فما نقاش جدل في داخل الحزب، وأفرزت لجان مضمونية، عندنا لجنة مضمونية ولجنة الإعداد المادي. لجنة الإعداد المادي مهمتها لوجستية بدرجة أولى، لجنة الإعداد المضموني مهمتها الأساسية إدارة الحوار الداخلي في الملفات المضمونية في الملفات الاستراتيجية، ومش نقدم المقاربات خرج المختلفة. البرة سرافي خرج بوثيقة معادش خاطر بفهمش معادش فما شيء خاص، ما هو داخل شنية الرسالة، رسالة هي بوجه لرئيس الحركة فيها رأي سياسي لي مجموعة من القيادات، هذا كتقديره بالسياسي. طيب خرجت لوسائل الإعلام معادش فما شيء سري، معناه البرايفت بابليك، لان هو ما هو خصوصي حتى تصريحات سمير تيرو ماهوش سر، ولازم تخرج، خليها تخرج لوسائل الاعلام، ولازم تكون حوارات بناء حتى في وسائل الاعلام. ماناش احنا طائفه مغلقه، حزب سياسي ومتحمل مسؤوليته في اداره الشان العام، وهذا لازم يكون يبسط امام انظار الراي العام، معناه في الداخل وحتى في الخارج، وفما مراقبين وفما فاعلين وكذا كلهم يراقبوا في مسار حركه النهضه. لكن انا نقول لك هذا انا اعتبره نقاش بناء، فما حوار ديمقراطي يجري داخل حركه النهضه، وسيحسب الآليات الديمقراطية، سيحسب معناها أول شيء بإنضاج هذه الخيارات في اللجنة المضمونية، ثم بالذهاب إلى المؤتمر، ثم مقاربات مختلفة. هذا من الأشياء اللي دور حولها نقاش يعني الآن يعني. ومفترض المؤتمر سنة 2020 قبل الموفى 2020، لكن بالظروف الاستثنائية هذه ثم أرى مختلفة. ثم تقدير سياسي ممكن يؤجل المؤتمر بآلية الاستفتاء، بآلية التوافق داخل مجلس الشورى، ثم مقترحات مختلفة. وذلك علاش قلت هذا جزء من حالة النقاش الديناميكية الداخلية التي تجري داخل حركة النهضة في العلاقة مع قلب تونس. تغير في العلاقة مع قلب تونس تغير جذري في الموقف. مش نكون صريح معك، مش نكون صريحة معك مع المستمعين والمستمعات قبل نكون صريحة الموجه هذا للمستمعين للرأي العام. احنا تنافسنا مع قلب تونس وكان عندنا خلاف انتخابي، وطبيعي جدا كل واحد باش يضرب على الدرب نتاعو. حملات انتخابية، الحملات الانتخابية كلها ساخنة في كل دول العالم، في كل ديمقراطيات العالم، ما فهمش حزب يجابو سخوك في الحملة الانتخابية. لكن أنا أقول لك كان عندنا تقدير أنا باش نعملوا ما يسمى بالحكومة الثورية. مع شكون حكومة ثورية؟ مع أحزاب العائلة الثورية، مع التيار وحركة الشعب، مع التيار وعفوا مع التيار وحركة الشعب. لكن لقينا صعوبات معه، لقينا تعقيدات كبيرة. رجعنا بعد القلب تونس، كان نقول لك أنا الوضع الطبيعي كان مفترض من البداية يكون فما وضوح في العلاقة بقلب تونس، وأنا من الناس اللي دفعت على هذا الرأي، ولكن هذا رأي شخصي في نهاية المطاف. أنا دفعت على الرأي هذا داخل المؤسسات، انتهت الحملة الانتخابية هذا نحكم مع قلب تونس، يعني رفيق قاسم كنت معاه من الأول وأنا من البداية من البداية بعد الانتخابات، بعد الانتخابات نحكم مع قلب تونس، لأن نعرف أنا شو معنى التيار ونعرف شو معنى حركة الشعب، لأنه تقييس المقياس في التقارب والتباعد السياسي ماهوش الاعتبارات الإيديولوجية، عائلة ثورية وعائلة مش صحيح التقييم هذا في السياسة، السياسة ماهيش زواج كاثوليكي، السياسة قائمة على منافع سياسية متبادلة. اختلفنا مع قلب تونس ولكن انتهت الحملة الانتخابية، وهذاك خيار الناخب في نهاية المطاف. الصندوق أعطى قلب تونس والحزب رقم 2. يعني يمكنكم تحملوا مسؤولية الفشل اللي صار بخصوص عدم تمرير حكومة حبيب الجملي، وبالتالي ما اللي نعيشوه هذايا الكل للأطراف الأصوات اللي داخل حركة النهضة اللي كنت ضد أنكم تحكموا مع قلب تونس. هذا ما نقولكش أنا ليش هكا، أنا قلت لك التقدير السياسي هذا نحمل المسؤوليه ايضا لشركائنا السياسيين اللي مشينا لهم حابين نعمل معهم حكومه تحت عين حكومه ثوريه، التيار وحركه الشعب. لقينا عندهم معناها مطالب مجحفه، ورغم كل المطالب المجحفه استجبنا لهم، قالوا يحبوا ياخذوا وزاره العدل وخرج العدل والضابطه العدليه تفصل من الداخليه و وقبلنا. وبعد ما استغرقنا كثير من الوقت ومن الجهد ومن المفاوضات السياسيه، واضح اللي يحب يحشرك في الزاويه، ماهوش حاب يحكم معك ويحب الحكومه تطيح، حكومه الجملتين كان يمكن وكان فما وضوح من البدايه، معناتها نصارحوا الراي العام التونسي، يا توانسه رانا لقينا صعوبه في تشكيل الحكومه، رانا احنا باش نحكموا مع قلب تونس، واذا نحكموا مع قلب تونس مش معناها راهو احنا في علاقه عشق، لا، هذه مصالح نتاع البلاد. كيما حكمتوا مع نداء تونس، كيما حكمنا مع نداء تونس، سير باجي الله يرحمه قال شو اسمه النهضه والنداء خطاني متوازيين لا يلتقيان، ولكن التقوا الا ولا فلا حول ولا قوه الا بالله، وصلنا لمرحله لا حول ولا قوه الا بالله، احنا اضطرينا نتعايشوا مع النداء والنداء يضطر التعايش معنا. شنو هو الدرس المستخلص في هذا؟ كما قال الخميني وقت اللي كانت حربه مع العراق، قال انا وافق على قف الحرب وكانني اتجرع السم، لان السياسه ما تفرض مش كل خيارات اراديه، التوازنات السياسيه تفرض عليك خيارات معينه. طيب اللي فرض علينا هو نتائج الصندوق،
مانيش انا باش نحل محل الناخب التونسي. الناخب التونسي اختار النهضه الاولى واختار قلب تونس الثاني. الاصل في الاشياء يطوى الملف نتاع الحمله الانتخابيه ونمشي نحكموا مع بعض في اطار الدعم نتاع تعتبر قلب تونس سم تو. لا انا قلت اكراهات، انا جبت مثال معناها من جانب الاكراهات السياسيه، لان مش خياري انا، مش بارادتي قلب تونس. قلب تونس جابوا الناخب التونسي. تحب تتعايش مع الواقع هذا ولا ما تعايش؟ انا ما حابينش نتعايش مع الواقع هذا، مشينا لخيارات اخرى بديله لقيناها اكثر كلفه سياسيه. اليوم شنو هي علاقتكم بقلب تونس وببقيه الاطراف السياسيه في ظل حكومه ماكمش موجودين فيها بصفه فعليه، ماكمش ممثلين فيها، ولكن تلتقيوا في ائتلاف تحالف نعرفش تسموه على المستوى البرلماني؟ علاقه تعاون، علاقه تعاون، ماهيش تطابق. كل واحد معناها من العائله نتاعو، كل واحد عنده خياراته وعنده اولوياته، ولكن متفقين الان في البرنامج السياسي ومتفقين في دعم هذه الحكومه. اي ولكن تو التحالف الموجود في البرلمان بين حزبين اللي هما صوتا لصالح الحكومه ذي زوز الولا اللي هما حركه النهضه وقلب تونس. يقول القيل ائتلاف الكرامه اللي هو 6 على 18 ولا 19 صوته، بالتالي هو موجود في المعارضه واودع. اش ندخلوا في الائتلاف هذايا؟ هانت هاو قالوا انه هو هذاك راهو العصا التي تضرب بها النهضه الخصوم تاعها داخل البرلمان وخارج البرلمان، والحال ان فما كتل اخرى اللي هي مستعده حسب التصريحات بتاع رؤسائها كما كتله الاصلاح، كما كتله تحيه تونس، كما كتله الوطنيه اللي هم مستعدين باش يكونوا معاكم، ولكن شريطه كونه قال ائتلاف الكرام يكون خارج هالحلف هذا ولا التنسيقيه. ماهيش اشتراطات. هو شو اسمه الائتلاف الكرامه ايضا يخدم في البدايه، كانت تعرفوا موقفه ايضا ناقد بصوره جذريه ورافض القلب التونسي. طيب هم هم يخدموا زاده مع القلب التونسي. معناها يا سي رفيق اي لا اعطيتش مثال انا ما دام النهضه قبلت هم القلب التونسي غير ما فيش عفوا ائتلاف الكرامه هو في المعارضه. ائتلاف الكرامه ما فهمش حزب يجيب محض ارادته يجي باش يسلف اصوات يقول هذا عصا باش نضرب ليش نضرب به. كل واحد دافع على صلاح بلاده، هو عنده العنوان السياسي ائتلاف الكرامه والنهضه النهضه. وإذا صح واخذها من القاعدة الانتخابية نتاع النهضة، بالعكس النهضة تكون أكثر انزعاج من هذا الحزب لأنه منافس. تبقى كل واحد وخياراته في نهاية المطاف. ائتلاف الكرامة عنده خياراته، عنده أولوياته السياسية، عنده تحالفاته، اختار باش يمشي في التمشي هذا. فما ناس صوتوا الحكومة، فما ناس ما صوتوش الحكومة. بعد عمل خياراته السياسية أنه يكون ضمن فريق الحكم ودعم لهذه الحكومة، طيب أقول له مرحبا. إذا سلم شيشي عنده مصلحة في حكومة سلم شيشي، من مصلحتها أن تستقر أوضاعها باش تشتغل في ظروف سياسية سليمة ويكون عنده حزام سياسي موسع. فالفلسفه اللي لازم تشتغل بها فلسفه الاضافه مش فلسفه الحذف. مش انت حزب بيك وعليك وانت يعطيك ذا، انت ما دامك تدعم الحكومه مرحبا بيك. اللي حاب يرد دعم الحكومه هذه اهلا وسهلا. تفضل لطفي. انا نحب نرجع شويه لما يحصل داخل حركه النهضه، لانه في اعتقادي الحركه هذه اللي عند امتداد 50 سنه سوقت نفسها يعني للراي العام في تونس وخارج تونس انها تناضل من اجل الحريات ومن اجل خاصه الديمقراطية في نظام كانت تصفه بالاستبدادي سواء مع بورقيبة أو مع بن علي. اليوم حركة النهضة تجد نفسها في محك حقيقي ومواجهة حقيقية مع المبادئ نتاعها، على خلفية أنه عدم أو الاقتناع الفعلي بالتداول القيادي على قيادة الحركة تدخل في أزمة ليس بسبب جدل كما كنت تقول لنا على خيارات برامجية أو رؤية للبلاد أو حتى على خلفية مراجعات فكرية لسردية ومدونة الحركة. اليوم الخلاف الذي قد يعبث بهذا الحزب ويحوله إلى حزيبات هو على السيد راشد الغنوشي تحديدا، هل يلتزم بمبادئ الحزب الفصل 31 ويغادر أم يعاند ويكادر تحت مسوغات مختلفة ليؤبد بقاؤه على حركة النهضة. وربما نمشي اليوم إلى ما يشبه المناشدة والتي حصلت مع زين العابدين بن علي وكانت مصدر سخرية واستهزاء من قبل المعارضي امتاعه. المشكلة اليوم أنه حركة النهضة تتصدع ليس كما قلت لخلافات جوهرية عميقة. تونسي حس أن الناس هذوم مختلفين على تصورهم لتونس غدوة، على كما قلنا مرجعيات الفكرية، لا خلاف مرة أخرى على شخص وعلى الزعيم الأوحد والزعيم الملهم. وتذكرني هنا بما حصل في الجبهة الشعبية وأنهاها تقريبا عندما لم يختلف زعمائها على برامج وخطاب الجبهة وإمكانية تطوير على منصب من يترشح
ليكون الخاسر الأول في الانتخابات الرئاسية بين حمى الهمامي ومنجي الرحوي. هل قدر العائلات السياسية التونسية وبالتالي قدر تونس أنها تكون معها كل مرة تشكيلات حزبية يعني لا تختصم إلا على المواقع إلا على الكراسي إلا على التأبيد في الحكم؟ أول شيء سي لطفي مبشرك اللي النهضة لن تتحول إلى حزيبات ولا هي نيه تونس. بشر روحك عندك مخاوف بشر وطبك نبشرك وطبك ترقد الليلة لباس ترقد هاني الليلة. النهضة لن تتحول إلى حزيبات ولا هي الجبهة ولا هي نداء، وهذا يسموه في علم المنطقة القياس الفاسد. كلهم قالوا وكر بعد رصت لهم كميون يصف الموبل من المقرات متاعهم. أقول لك علاش، لأن احنا عندنا تقاليد سياسية في الاختلاف، مش المره الاولى نختلفوا فيها. ما عندكم مش وانتم في الحكم، عندكم وقت انتم في المعارضه والحكم يطري ويهري. عندنا في الحكم وفي المعارضه، حتى في الحكم اختلفنا مع سي حمادي جبالي اللي هو الامين العام تاع الحزب. سي حمادي جبالي وما ادراك وكان رئيس الحكومه واختلفنا معاه. هل سمعت هزه وقعت في حركه النهضه؟ سلكنا الامور بالياتنا بالحوار بالتوافق بالاداب الاخلاقيه والسياسيه اللي تشبعنا بها. فانا نشوف هذه محطه من محطات اختبار جديد في مسار حركه النهضه، سيكون عام النضج والتطوير للحزب. المعادلة ما يجب بالبساطة هذه، فعلا النهضة حزب ديمقراطي وتكون على الأدبيات والتقاليد الديمقراطية، وعندنا شرف فعلا احنا المدرسة النهضوية دخلت هذا ما يسمى بالتوافق بين الإسلام والديمقراطية، سواء تقول احنا مأسين الفكرة هذه ولا استمرار مع التيار الإصلاحي التجديدي فيما تحب تصنفه. لكن ما نعملوش زادة تحين نظرية يسقط الواقع، فما واقع سياسي باش نوفقه احنا بين النظرية وبين الواقع. عندنا التزامات قانونية لا مهرب من التداول القيادي اليوم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما عندناش احنا الزعيم الملهم اللي خارج الزمان والمكان. لكن الاستاذ راشد الغنوشي عنده مكانته، عنده موقعه، عنده تاريخه، عنصر من عناصر الاستقرار السياسي. عندك معادله سياسيه ايضا في وضع البلاد، هو الان رئيس برلمان، كيف توفق بين رئيس برلمان ورئيس ما يكونش رئيس حركه؟ باش نوجد التوليفه كما النهضه وجدت توليفات اخرى، سنجد التوليفه المناسبه. علاش تسمحوا ما تحترموش الفصل 31 ويغادر السيد راجل الغنوش؟ علاش بالبصه كيف تبدا انت في راس حركه النهضه؟ قول هذا انت، ما انا قول قانونكم قال هكا مش قانوننا، مش مجرد احنا قانوننا مش يقول مؤتمر عام 2020 مطاط يعني قانون قانوننا مطاط. قانون يقول اربع سنوات، انا مش نجتهدوا الان لان قانوننا كيف تجي الكورونا نقولوا لا تحت ما فهمش كورونا لازم نعملوا مؤتمر نلغوها الكورونا، مش احنا نتحكموا فيها. فما معطيات سياسيه، فما مستجدات، ولذلك سنوفق بين الواقع السياسي وبين النصوص القانونية. هذا اسمه فقه التنزيل، هذا لازم يكون عندنا فقه تنزيل سليم. سامحني سيد، لا وكانك تحيلنا بفكره الاستفتاء اللي قاعده تود دور بيناتكم. ماهوش بدعه، استفتاء عملناها احنا في المؤتمر اللي فات. اذا التوافق المهم كيف تمسك، تكون بتوافق ولا مش توافق؟ ممكن يكون باستفتاء، ممكن يكون في توافق في بين النخبه القياديه في مجلس الشورى، لكن احد ما نجموش مش نجموا نعملوا مؤتمر 2020. لا احد يقول لك اليوم مش نجموا نعملوا مؤتمر 2020، نجموا نجتمعوا احنا تو 500 ولا 600 مؤتمر ولا مش اكثر، ممكن 1000 مؤتمر باش يجتمعوا الان في الظروف الصحيه الاستثنائيه. دونك باش الاليه ال 21 يتأجل. شكرا فما شكرا للكورونا. لا فما هذا عنصر من العناصر، فما الاعتبار هذا الصحي وفما الاعتبار السياسي. حتى كان ما فهمش كورونا نقول لك يتأجل المؤتمر بحوار داخلي. وعلاش يتأجل؟ باش القضيه اللي قلتها انت، باش النقاش ما يتركزش في فصل 31، باش نناقشوا القضايا الاستراتيجيه والمضمونيه الاساسيه. احنا انتقلنا الى حزب نتاع حكم في المؤتمر نتاعنا التاسع، قلنا قضايا استراتيجيين أجلوها للعاشر. العاشر زاد كنا مثقلين بأعباء الحكم. طيب احنا ربما الآن في ظروف فيها أكثر أريحية، مش نناقشوا ملفات الاستراتيجيين. النهضة كيف تتحول إلى حزب خدمات يخدم مصالح الشعب؟ الآن الأحزاب لا تتصارع على الإيديولوجيا. المعركة في تونس مش بين الأسلمة والعلمنة، مش أنك تكون إسلامي ولا علماني. حسم الأمر هذا بنص الدستور وبالواقع التونسي. ما نش نقوم كل صباح احنا نسألوا احنا عرب ومسلمين ولا علماني؟ ماهوش مطروح السؤال هذا. هذا سؤال نخب، يعني نخب نحبوا كيفاش الحزب هذا يكون في خدمة الشعب، في خدمة قضايا الشعب، خدمة حزب خدمات، مع الالتزام بثوابت الهوية العربية الإسلامية لتونس وقيمها ومعناها وثوابتها الأساسية. هذا هو التحدي الرئيسي. خلينا نناقش القضايا الاستراتيجية، هذا عنصر من العناصر، معناه الجانب القانوني في 31 سيكون جزء من حزمة باكج متاع إصلاحات سياسية مطلوبة في الحزب، وتناقش كل هذه العناصر ضمن تمشي استراتيجي. علاقتكم مين برئيس الجمهورية؟ مش عندك في الشأن الداخلي يعني لحركة النهضة خبر قبل من المرور؟ صراحة نعرف أنت كمان قربك من السيد راس الغنوشي رئيس الحركة، أنت سهره بصراحة متراش مع العلم هذا عنصر القرابة في السياسة راهوش هو المحيط. لا 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 مش لا 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 عنده قيمة سي رفيق، عنده قيمة سي رفيق، عنده قيمة، عنده قيمة كبيرة. بالعكس هو مش شيء معيب هو. بصراحة ما تراش وأن رئاسة السيد راشد الغنوشي للبرلمان وفي نفس الوقت قعد هو رئيس الحركة أضر
به شخصيا وأضر أيضا بالحركة، لأنه هو أصبح مستهدف بشكل مباشر من طرف خصومه في البرلمان وحتى خارج البرلمان. ما تراش وأنه أضر، ما تراش وأنه كان عليه أن يختار بين الرئاستين، إما رئاسة أما تفرغ لرئاسة البرلمان أو يبقى يتفرغ لرئاسة الحركة متاعه. هي تجربة جديدة، كنا مدركين لتحدياتها، وكنا مدركين هذا لمناخات الاستقطاب والتوظيف السياسي وكذا باش بيستهدف الأستاذ راشد الغنوشي. لكن شوف تجربة جديدة، أستاذ راشد الغنوشي انتقل من العمل الحزبي للعمل الرسمي في الدولة، أخذ وظيفة رسمية في الدولة رئيس مجلس النواب، والبلاد تحتاج هذا، تحتاج مؤسسة برلمانية قوية فيها شخصية سياسية وازنة تعيد الاعتبار للمجلس النيابي وتجسد معناها تحل الهوة، تقلص الهوة بين النصوص القانونية والدستور وبين الواقع السياسي. احنا نظامنا شبه برلماني، ولكن واقعنا السياسي مع تجربة سيباجي الله يرحمه كأنه تحول نسبيا الكفة مالت الكارتاج، أصبح نظام رئاسي. طيب لا نحتاج إلى شيء من التوازن، الأستاذ راشد الغنوشي في الموقع السليم لإحداث هذا التوازن وترجمة النظام السياسي معناها بدقة بدقة وبسلامة. على معنى عطفا كما يقولوا على الكلام اللي كنت تحكي فيه توا، بالعكس احنا توا في مشهد سياسي في منتهى التذرر. يعني ليش؟ لأنه يعني اليوم في قصر الكارتاج عندنا رئيس لا يجمع، هو يتصرف كرئيس معارض كمرشح في انتخابات ربما لاحقة، يعني هو في حالة صدام وحالة عدائية مع كل معناها الأطراف السياسية الموجودة في البلاد. كي نجيو على رأس البرلمان نلقاو زادة شخصية فشلت في أنها تكون شخصية وفاقية وشخصية مجمعة لمختلف العائلات السياسية الموجودة داخل البرلمان. كيف نضيفوا لهم رئيس حكومة غير محزب وغير مسيس على الأقل إلى حد الآن، يعني يكون المشهد بصراحة مخيف على مستوى الاستقرار السياسي والهدوء السياسي. اليوم ولن يطالبوا بنوع من الهدنة حتى يمكن مجابهة بقية معناها الملفات اليوم المطروحة في البلاد. أنا ما نتفقش معك كي تقول أنه اختيار الغنوشي كان الهدف منه أنه يكون حكيم المجلس، فشل فشلا ذريعا رجل الغنوشي في أنه يكون حكيم المجلس، بل أنه من حل تحول إلى مشكل تماما. نعم. كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية، وهذاك علاش اليوم تبدو البلاد وكأنها سفينة بلا ربان رغم أن الثقوب والماء يتسرب إليها من كل ناحية تقريبا. المشكلة تقديري أنا في الثقافة السياسية للنخبة التونسية، ما زالت عندنا مشكلة، ما زلنا أحنا متشبعين بثقافة الاستقطاب والصراع الإيديولوجي، وفما ناس ما زالت مش متحملة الحربوشة هذه، اللي النهضة راهي موجودة في المشهد السياسي، والنهضة قوة فاعلة، والنهضة تنجم تكون في مؤسسات الدولة، تنجم تكون في رئاسة البرلمان، وتنجم تكون في الحكومة، وتنجم تكون حتى في رئاسة الدولة، ماهوش تابو، هذا مش محرم. لكن للأسف جزء من النخبة السياسية، ولا أتهم كل النخبة السياسية، ماهيش متحملة هذا، قلوبها وجعتها، ولذلك تميل إلى الصراع وإلى الاستقطاب، كل مرة يحبوا يفجروا معركة متاع سحب ثقة متاع صراعات. لكن الأستاذ راشد الغنوشي عرف أنه شخصية توافقية، هو أحد الآباء، إذا ما نقولش الأب المؤسسي لسياسة التوافق، اللي عليها مؤاخذات كثيرة وانتقادات كثيرة الآن، كان مختلف جذريا مع سيباجي قايد السبسي، هما الزوز اللي أسسوا سياسة التوافق، منزوز عائلات فكرية وسياسية مختلفة. لا أحد يقول الأستاذ راشد الغنوشي شخصية متاع استقطاب وصراع، لا شفته يناكف ولا يصارع ولا يجرع. أعطيني واحد من خصومه الغنوشي تحدث عليه مرة بيسوء وسبه قال فيه كلام سيء؟ ابدا، رجل متحفظ وسياسته توافقيه، سنه موقعه خبرته تهل ان يكون بشخصيه توافقيه. لكن الخلل في الموجود يبدو عندنا خلل في الثقافه السياسيه التونسيه، ما زالت مش ثقافه نتاع تعايش وتوافق. هذه الحقيقه. في توتر العلاقه مع قصر كارتاج، من يتحمل المسؤوليه اليوم؟ يعني اليوم وقت اللي نشوفوا الجدل اللي صاير بين رأس السلطه التنفيذيه، يعني كانت عركه بين سياسيه طبعا بين رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان، فتحولت الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان. والله للأسف أنا بصراحة ما عندناش حتى خصومة مع رئيس الجمهورية، لو كان عندنا خصومة معاه ما كناش ندعمه. لمح لكم في أكثر من كلام. لمحوا ربما صرح. يعني فما إشارات في السياسة تحتاج تقرأ، وإن كان في الكثير مرات الواحد مش منجم باش يفك كل شفرات، لكن نفهم بعض الشفرات موجهة للأحزاب السياسية وموجهة ربما من الجزء منها للنهضة. يعني احنا ما كناش في خصومة ولا عندنا نية ولا عندنا إرادة متاع خصومة، بالعكس احنا دعمنا السيد رئيس الجمهورية. هذا السؤال شنو اللي بدل علاقتكم مع رئيس الجمهورية لو كان مرشحكم في الدولة؟ السؤال يطرح على السيد رئيس الجمهورية، شنية مشكلته مع النهضة؟ يبدو لي إذا فما مشكلة هي جزء من مشكلة أعم تتعلق بقراءة رئيس الجمهورية وتوجهه إزاء الأحزاب السياسية. السيد رئيس الجمهورية عنده قراءة نشوف أنا مختلفة، يشوف نظام سياسي بدون أحزاب سياسية،
والأحزاب السياسية بها وعليه، إذا كان الأحزاب السياسية فيها مشاكل، فيها حتى بعض الانحرافات، معناها مدخل إصلاح، مدخل الإصلاح الوضع هو إصلاح الأحزاب السياسية، مش كما تقولوا شو اسمه نلقوا البيبي معناها الرضيع مع المياه المتسخة كما يقول المثال. لا، إذا المشكلة نصلحوا أوضاع الأحزاب السياسية، لكن هو عنده موقف من النظام السياسي، عنده موقف من الأحزاب السياسية، وربما هذا اللي خلى شيء من التوتر والتشنج في علاقته بحركة. أما إحنا ما عندناش مشكلة، تأكد من هذا، ما عندناش حتى مشكلة مع رئيس الجمهورية. حتى لا نعوم المشكلة ونتحدث يعني في العموميات، يبدو أن مشكلة قيس سعيد هي أساسا مع حركة النهضة وتحديدا مع راجل الغنوشي، ونتذكر الخلافات اللي صارت حول الصلاحيات الدبلوماسية، وكلما أطل علينا السيد قيس سعيد إلا وصرخ فينا قائلا أنا الرئيس وتونس فيها رئيس واحد. بطبيعة الحال ما كانش يقصد لا رؤساء الأحزاب الأخرين ولا كبار مسؤولية الدولة، كان يقصد رأسا السيد راجل الغنوشي الذي مارس صلاحيات ليست من صلاحيات هو، اعتبرها قيس سعيد أنها تعديا على شخصه وعلى مكانته، بعد يبرر راجل الغنوشي أنه في إطار دبلوماسية برلمانية، وهذا كله كلام ممشيش مع قيس سعيد. كان على راجل الغنوشي أن يساعد قيس سعيد، وذلك بالالتزام بصلاحياته. لكن مشكلتنا شنو، وحكيناها بكري على العقل السياسي العربي، مشكلة الزعامات. قيس سعيد يقول لك أنا زعيم بزوز ملايين و700، وراجل الغنوشي يقول لك أنا 70-50 سنة وأنا مناضل، وهذه فرصتي اليوم باش نكون الرجل الأول في تونس، وإذا به يطلع لي قيس سعيد. دونك دخلنا في حرب نتاع زعامات، وربما روزمون أنه عنا رئيس حكومة سواء هو ولا حتى اللي يصفق فيه من خارج تقريبا المشهد السياسي. تخيل لو كانوا ثلاثة مسيسين، وين كانت نجم تمشي البلاد بالتريونجل هذا، ما نجم نهزوها، كان التريونجل دو برميود لا قدر الله. نحب نضيف حويجة، سؤال هو أنا عندي معلومة كونه خاصة بعد اللي صار في مجلس النواب فيما يتعلق يعني بمسائلة السيد رئيس راجل الغنوشي حول الدبلوماسية البرلمانية، أنه فيما بعد جد بعد دعوات للسيد راجل الغنوشي لزيارات بلدان أجنبية وطلب الإذن من رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية رفض. هل تؤكد هذا؟ لا، ما عنديش معلومة في هذا أن نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية رفض، لكن جرات العادة حتى ما مشيش في دافوس على خاطر الرئيس ما مشيش لدافوس، لأن السودعي الرئيس في دافوس شاف موش مناسب باش يحضر رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، هذا صحيح. لكن جرات العادة وقت اللي كان سيباجي الله يرحمه وكانش الأستاذ راشد معنا عنده موقع رسمي في الدولة، كان يتشاور مع رئيس الجمهورية كل الزيارات نتاعو، يحكي مع الرئيس ويخبر الرئيس ويشجعه على هذه الزيارة، يقول أنت تمثل تونس، يعني شكل من أشكال الدبلوماسية اللي تحتاجها تونس. سيباجي رجل دولة رغم كل خلافاته معانا، ولكن كان يفهم معنى ناموس الشعبية برلمانية تونجي الدبلوماسية البرلمانية. أنا نشوف عندنا مشكلة حقيقية، المشكلة هي الحلقة المفقودة، غياب المحكمة الدستورية، خلت الأمور على المزاج. احنا مانيش دولة فوضوية الأصل شيء، مش على مزاجي أنا الرئيس ولا صحيح السيد رئيس الجمهورية ورئيس، لا أحد ينازعه في رئاسته، لكن عندنا في الدستور عندنا رئيس برلمان وعندنا رئيس حكومة. هذه طبيعة نظامنا السياسي، نظامنا السياسي شبه برلماني، وعلى النخبة السياسية وعلى رجال الدولة أن يكيفوا أنفسهم مع هذا الوضع الجديد. معناها ما عادش هذه ثقافة أنا الزعيم الأوحد، ما هيش موجودة. معناها الدولة تدار بتوزيع معقول للسلطة، وهذه معناها نظامنا نجم ننتقده ننتقدوش، ولكن هذاك دستورنا في نهاية المطاف. الناس معناها رجال الدولة مفترض فيهم ومطلوب منهم أن يتكيفوا مع مقتضيات النظام الدستوري. باش نقول لك سيلوت، في المشكلة مش فينا نحن ومش في الأستاذ راشد الغنوشي. السيد رئيس الجمهورية عنده مشكلة مع أقرب الناس اللي اختاروا، اختار السيد المشيشي، وبعد ولا عنده مشكلة وقت يقول أنا الرئيس، مش فقط موجه للرئيس البرلمان، موجه أيضا للرئيس شو اسمه رئيس الحكومة للقصبة. شو معناه هذا؟ معناه المشكلة موجودة في فعلا يبدو سيد رئيس الجمهورية عنده تصور خاطئ للصلاحيات، أنه رئيس الجمهورية هو اللي يمتلك والآمر الناهي، هو اللي يمتلك كل الصلاحيات في نظام رئاسوي. احنا مانيش نظام رئاسوي، احنا في نظام شبه برلماني. السيد رئيس الجمهورية عنده صلاحياته المقدرة والمحترمة ومقاره ايضا مقدر ومحترم في مجال السياسة الخارجية والدفاعية، فيما زاد على ذلك هو صلاحية الحكومة. البرلمان عنده دوره الرقابي. فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، احنا رانا ماشي بصدد اكتشاف العجل، مش السياسة بدأت معنا احنا، مش بدأت مع النهضة ولا بدأت مع تونس، في العالم الكل اتحدوا، فما دبلوماسيات مختلفة، فما الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية، فما الدبلوماسية الثقافية، فما الدبلوماسية برلمانية.
هم يزوروا فينا رؤساء برلمانات ويقابلوا في الأحزاب ويقابلوا حتى في رؤساء الدول، وعادي جدا. المهم يكون فما تكامل بين مؤسسات الدولة وتنسيق. خاطر انت قلت قبل راش الغنوش كان يسأل ويشاور ويعلم على الأقل، يسأل ويجاوب، هو في إطار صلاحياته باش يزور، يتوجه له دعوة من رئيس برلمان دولة من الدول الأجنبية، ماهوش باش هذا يدخل في نطاق صلاحياته بصورة طبيعية. هذه بديهيات، تفسير الواضحات من الفاضحات كما يقول، خاصة فيما يتعلق بلقاءاته مع رؤساء دول، رئيس تركي مثال، رئيس أردوغان. هذا شنية ربما اللي خلى السيد رئيس الجمهورية أنه يثور على المسألة ويقول أنا الرئيس. الديبانس معناها شنية المقابلات، هذا يتعلق بطبيعة المقابلات، إذا هي مقابلات رسمية أو غير رسمية. إيه ولكن إذا هي في زيارة رسمية فالأصل في الأشياء حتى رئيس الجمهورية يسمع بها، ما هي شيء مخفي. فما مقابلات أيوة ربما تمت بصفته الحزبية. العركة ممكن. العركة هذه على الصلاحية، كل واحد يقول لك لا أنا والآخر يقول لك فما رئيس برك، فما شكون يقول لك اليوم النظام البرلماني تبين بأنه لا يليق بنا. اليوم فما عديد الدعوات لتغيير النظام السياسي في البلاد. حكم متسرع اللي يليق بنا هو غياب المحكمة الدستورية. أنا نعم نظام سياسي بدون محكمة دستورية، شكون مش يحمي الدستور؟ ما لازم فما سلطة مرجعية نحتكموا لها احنا، مش المسألة على مزاجنا وهوانا، مش السيد على مزاج السيد رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الحكومة. ولا معناها مصالح زيد ولا عمر مثلا، فما مرجعيه دستوريه هي التي تؤول وتفسر الدستور. ما دام فما نصوص، انتم كحركه نهضه وكنتم اغلبيه في كل الدورات البرلمان تتحملون جزء كبير من بذلنا جهود. المشكله هذاك علاش نقول لك الذي يتحمل مسؤوليه القانون الانتخابي. خلينا ما نجموش نعمل محكمه دستوريه 145، مين باش نجيبهم من 545 باش نصنع برلمان على مقاسي انا 173 173 ما تفقوش كوتل. انا عندنا 54 عضو، انا منين باش نجيبهم من 145 في الدورات البرلمانيه السابقه؟ في الدورات السابقه ولو ما وقعتش اتفاقات، وقعت اتفاقات وتم الإخلال بها، تقريبا انتخبنا عضو ولا اثنين وعجزنا. لا يلزم الناس يسمعونا زادة ما نهزوهمش وراء الوهم، لأنه توا التوانسة نهزوا فيه من وهم إلى وهم مع كل انتخابات، يحسوا أن الأمور باش تتغير ومن بعد ما يتغير شيء. هذا إذا ما مشاتش فيما هو أتعس، ومع تشكيل كل هيئة يمشي في بالنا يعني أنها الأمور باش تتحل والبلاد باش تنتقل من حال إلى حال. أنا ما أعتقدش أن المحكمة الدستورية باش ترد لنا بلادنا بلاد أخرى، ولا على الأقل بلاد كما تمنيناها. علاش؟ لأنه صراع كبير على الهيئات، وذاك علاش تبقى بالخمس سنين ما تتشكلش. أنا ما نشكل محكمة دستورية إلا ما تبدأ مضمونة كما ليزي وكما الهيئات الأخرى كل دونك. صراع كبير على الهيئات، مش لمصلحة البلاد أما لمصلحة الأحزاب. أما أنا نرجع بيك بنقطة أخيرة في المجال الدبلوماسي، وشفنا كما قلنا الصراع بين رأسي السلطة على شكون يمارس أكثر صلاحيات. اليوم مثلا كي جات المشكلة هذه، التصريح اللي عمله رئيس فرنسا فرانسوا ماكرون على معناها الإسلام السياسي في فرنسا وش بد على تونس، لا شفنا رئيس الدولة مارس صلاحيات الدبلوماسية ورد الفعل، ولا شفنا السيد راجل غنوشي أو على الأقل حركة النهضة من مسألة بمثل هذه الأهمية ردت حتى في شكل بيان. يعني تمارسوا الدبلوماسية وقت تبدأ في مصلحكم للتقرب ولقضاء الحوائج الحزبية والسياسية، أما كي تبدأ فيها موقف فيه إحراج كيف هكا الجماعة كلها تختفي تماما كما تفعل النعام عندما يداهمها الصياد. علاش حركة النهضة ما خذتش موقف في شكل بيان من تصريحات ماكرون؟ القواعد نتاعكم يستناو في موقف واضح وصريح. لأن احنا مانيش عشاق باش نعملوا عركة مع ماكرون ولا غير ماكرون. اللي رد عليه رد على السيد ماكرون، رد عليه الأزهر مؤسسة دينية، لأنه تحدث ما تحدثش فقط على الإسلام السياسي. هو جبد تونس كمثال، مش جبدش مصر. مفروض الرد يجي من النهضة. إذا هو جبد تونس على مثال، تونس ما هنيش مؤتمنين عليها احنا في حاجة. يا ولدي استهدفكم انتوما يا سي رفيق، قال تونس 30 سنة وقت انتوما في الحبوسات، وهو قال وقتها تونس خير. انت معني زاد باش تجاوب سي لطفي والأحزاب السياسية معنية وقت تحدث على تونس 30 سنة. توا في الدبلوماسية هذيا وليت انا معني. لا ما كنتش كل تحب تدزي في الأفوف، تحب تدزي في الأفوف هذا بركة برا جاوب انت. هو قال تونس 30 سنة، تونس يا أخي بك الخاص، ما الأحزاب السياسية لازم تجاوب. شبيه ما جاوبتش بقية الأحزاب، شبيه السيد رئيس الجمهورية ما جاوبش، شبيه رئيس الحكومة ما جاوبش. نجم نجاوب، نجم نجاوب، لكن أنا قلت لك هو تحدث، لأن السيد ماكرون زاد تحدث على قال تحدث الإسلام في أزمة، وشكون جاوبوا؟ جاوبوا المؤسسات الدينية وبعض المؤسسات الدينية الرسمية، جاوبوا الأزهر. قالوا رأوا التقييم والقراءة دي غير صحيح، وأنا تقديري السيد ماكرون كان في غناء على مثل هذا التصريح، لأن في استفزاز للمسلمين. ما تحدثش فقط حتى على تعبيرة من تعبيرات الإسلام اللي متفقين فيها، فما مشكلة متاع تطرف، فما مشكلة متاع إرهاب، فما تعبيرات مشوهة في العالم الإسلامي، هذا كله مفهوم. أما جيت تحدث على الإسلام في أزمة،
يعني هو موش في موقع الطبيب المداوي باش يشخص ويداوي. المسلمين يشخصوا أوضاع الإسلام نتاعهم أوضاع دينهم، وإذا فما علاج مطلوب من المسلمين أن يقدموا العلاج المناسب. لكن نقول لك مطلوب منا جميعا أن نقدموا الإجابات هذه. قراءة مقرون فعلا، ولذلك جاءت إجابات من شخصيات متعددة من العالم الإسلامي، من هيئات دينية، من هيئات رسمية، ومن هيئات غير رسمية. فعلا ربما مطلوب منا كتوانسة نجاوبوا على الأسئلة اللي طرحها السيد مكرون. وزارة الخارجية نتاع تونس ما خرجتش حتى بيان. هي على كل حال كما قلت المفروض كل الأطراف تقدم جواب، ربما في غناء على أزمة نصنع أزمة مع فرنسا، شنو مجبر باش نصنع الأزمة هذه؟ ماناش نشرح الأزمات. حليفكم سيف مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة في معرض حديثه على مشاريع القوانين اللي باش تتقدم واللي باش تكون هي تقريبا معناها الملفات اللي عندها الأولوية، إذا سيد رئيس الجمهورية ما ختمهاش ستدعون، تعتبرون ذلك معناها خطأ جسيم وتدعون لعزل رئيس الجمهورية؟ الدعوة هذه قاعدة تكبر وقاعدين نسمعوا فيها سواء على معناها لسان السياسيين أو حتى غيرهم. أنتم كحركة النهضة مطروح هذا؟ هذا رأي السيد مخلوف ورأي حزب الكرامة وتكتل ائتلاف الكرامة، ماهوش رأي حركة النهضة، ومانيش ماشيين في هذا التمشي. هذا ما عندناش تمشي نتاع لا عزل رئيس الجمهورية ولا الدخول في هذه المناكفات. نحب التعاون بين أركان ومؤسسات الدولة، والأصل شيء علاقتنا مع السيد رئيس الجمهورية تكون قائمة على الاحترام وعلى التعاون بما يخدم مصالح الدولة التونسية. احنا ناس مسؤولين ونحب سلوكنا السياسي مبني على العقلانية والرشد والمسؤولية السياسية المتبادلة. لكن السيد مخلوف حر في هذا الرأي، نجم نتفق ونجم نختلف معه في شيء آخر. تصدع داخل الائتلاف هذا بتاعكم تحالف؟ لا علاش، ماهوش مسألة احنا الائتلاف راه متفقين في كل شيء، فمشاكل كثيرة ربما مختلفين فيها. هل احنا بالضروره لازم نتفقوا على تمشي عزل رئيس الجمهوريه؟ ماهوش مطروح هذا في جدول الاعمال ولا مطروح في برنامج الائتلاف الحكومي. عندي سؤال شخصي. شخصي علاش ما ترشحش للانتخابات التشريعيه لا في 2014 ولا 2019؟ هل هو موقف شخصي والا ما تمش اختيارك من طرف رئيس الحركه، والا خوفا من ربما انه ما تنجحش؟ والله باش نجاوبك بصراحه سيدي بدون تكلف، موقف شخصي. انا اقترحوني ان نكون مرشح في دائره تونس، وبعض اقترحني نمشي للقابس معناها الولايات الأصلية، وأنا رفضت. معناها أنا موجود أن نمارس في عمل حزبي داخل الحزب، عملت تجربة رسمية في الدولة، مانيش راغب برشا باش نتحمل مسؤولية رسمية. لو تقولي تعال خذ أي مسؤولية رسمية في الدولة أنا زاهد فيها الآن، مش لأني أنا راني قديس ولا لأني صوفي، ولكن ما نشوفش فيها جدوى. أنا مرتاح في العمل. لكن البرلمان يعطيك الحصانة سي رفيق. لا مانيش طالب حصانة، وأنا مش فيش نحتاج الحصانة، أنا مواطن كبقية التونسيين والتونسيات، علاش نطلب فيها الحصانة؟ ما نحتاجهاش أصلا. شكرا لك رفيق عبد السلام القيادي في حركة النهضة وزير الخارجية الأسبق. شكرا لكم معنا، شكرا لكل الفريق. نهاية أسبوع موفقة للجميع، إلى اللقاء.